يوحنا البشير والتلميذ الطاهر بركاته جميعنا بن شويس هو بن نوتو بن سوتير بن أورو تيرين إسوس بخريستوس مشير نوتي تونخ في أونخ شايني في أوفا بن نوتي بن من مزامير أبينا داود النبي والملك فلتحل علينا بركاته أمين اعترفوا للرب فإنه صالح وأن إلى الأبد رحمته اعترفوا لإله الآلهة فإن رحمته ثابتة إلى الآباد هللويا بارك إلهي باسم الرب إله القوات ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي للمجد الدائم أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي إن المنازل في بيت أبي كثيرة ولولا ذلك لكنت أقول لكم إنني أنطلق لأعد لكم مكانا وإن انطلقت وعددت لكم مكانا فسوف أبيء أيضا وأخذكم إلي لتكونوا أنتم حيث أكون أنا وأنتم عارفون إلى أين أذهب وتعرفون الطريق قال له توما يا سيدي لسنا نعلم أين تذهب وكيف نقدر أن نعرف الطريق قال له يسوع أنا والطريق والحق والحياة لا يأتي أحد إلى أبي إلا بي ولو كنتم قد عرفتموني لعرفتم أيضا أبي ومن الآن تعرفونه وقد رأيتموه أيضا قال له فيلبس يا سيد أرنا الآب وحسبنا قال له يسوع أنا معكم كل هذا الزمان ولم تعرفني يا فيلبس من رآني فقد رأى الآب فكيف تقول أنت أرنا الآب ألست تؤمن أنني في الآب والآب فيا هذا الكلام الذي أقول لكم ليس أتكلم به من نفسي بل أبي الذي هو حال فيا هو يفعل هذه الأفعال آمنوا أني في الآب والآب فيا وإلا فآمنوا بي من أجل الأعمال نفسها اللي احنا بنقراه ليلة خميس
يوم الخميس بالليل للجمعة العظيمة، وبنسميه فصول الباراكليت. وسر الكلام أول ما ابتدى بيقول لهم لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، وكان قبل كده بيقول لهم أنا أمضي ولستم تعرفون، لأني قلت لكم أمضي قد ملأ الحزن إيه قلوبكم. قال لهم أنا أمضي، وبعدين الطريق اللي أنا أمضي فيه أو يعني مكان أنتم لستم تعرفون، وآتي إليكم أيضا إلى آخره. هم ابتدوا يضطربوا وابتدوا يخافوا، هم مرتبطين بيه ومتعلقين بيه. فأول حاجة قال لهم ما تخافوش، لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع. أكتر حاجة هو قالها تخوفهم أو حتى تقول الحزن، إن هما مش هيقدروا زي ما بيقول الطريق اللي أنا أذهب إليه لا تقدرون أنتم أن تأتوا. فأكتر حاجة تخوف الإنسان إيه؟ إنه يموت. عشان كده قال لهم حتى لو وصلت الحكاية كده، بعد الموت أنا بحضر لكم مكان في السماء. لا تضطرب قلوبكم، في بيت أبي منازل كثيرة، وأنا أذهب أعد ليكم المنازل دي، ولما أعدها مش هتبقى مؤقتة، ده أنا هاجي وأخدكم معي عشان تعودوا فيها إلى الأبد، تبقوا معي على طول. ويمكن دي أكثر حاجة بتطمن الناس لما يكون إنسان في أي اضطراب، ودي طريقة بولس الرسول في الرسائل يكلم عن مجيء الثاني. تسالونيكي أخ تسالونيكي اضطهدوا اليهود من اليهود والأمم من الأمم. فكان تبص لرسالة كده ركز كتير قوي على المجيء الثاني ليه، لأن هو ده اللي يطمن الدنيا كلها ماشية هتخلص. ف نمرة اثنين، أنت هتروح فين؟ قال أنا أذهب إلى أبي، يعني هو ذاهب إلى حضن الآب. توما صريح، توما من التلاميذ الصرحة، قال احنا مش عارفين انت رايح ازاي. بتقول انت احنا مش عارفين رايح فين، بتقول لنا الطريق، ما احنا مش عارفين انت الطريق ده، لسنا نعلم اين تذهب، فكيف نعرف الطريق؟ وتوما مشهور عنه ان هو زي ما قال زي بعد كده في القيامه، قال لهم ما كنتش شوف مش حاضر اقول غير اللي في قلبي، لازم احط صوابعي. فهنا ربنا قال له انا هو الطريق والحق والحياه، لان هم كانوا فاهمين الطريق كانه بيتكلم على حاجه محسوسه، طريق يتمشي فيه يعني، فاهمين. وده كانت الناس اللي هم لسه في الاول كانوا باستمرار مش عارفين السكه، يعني مثلا نيقوديموس يقول له لازم تولد تاني، يقول له ادخل بطن امي، اتكلم عن الحواس. سامريه يقول لها اجيب لك تشربي ماء حي اللي يشرب منه ما اعطش الابد، يقول طب اديني عشان ما ارجعش تاني، برضه مركزه على الميه بتاعت الايه؟ البير. فده برضه توما بيقول له احنا مش عارفين، ورينا كنا مش عارفين الطريق. هنا رب المجد بيتكلم على طريق اخر، ليست سكة جغرافية، وإنما بيتكلم على طريق للآب، حضن الآب. عشان كده قال ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. وقال الكلمة المشهورة الآية اللي كلنا حافظينها، أنا هو الطريق والحق والحياة. ولو خدتوا بالكم النهارده القرايه كانت في البروكسيس سفر الاعمال كان عن مين ركز اهتداء مين؟ شاول. شاول ده كان يعني من الناحيه العالميه في وقته ولا وكان واخد دكتوراه مثلا، في الريسي متعلم وله سلطان ومعروف عند رئيس الكهنه وبيعمل ما كان ليه ربح في الناموس، كان بلا لوم زي ما بيقول على نفسه. لكن كل ده ما يوديش السماء،
ربنا قال له لا لا لا، تعال اوريك السكه الصح. السكه الصح انك تعرفني، ليس احد ياتي الى الاب الا بي. عشان كده بيتسمى الطريق الوحيد. ليس اسم قد اعطي بين الناس به ينبغي، تحت السماء به ينبغي ان نخلص. ما فيش غير هو، اسم يسوع المسيح والمسيح نفسه. احنا لما سقطنا احبائي فقدنا الدخول للسماء، طردنا من الفردوس، واصبحت الطبيعه البشريه بتاعتنا ما تنفعش تخش السماء. ليه؟ لان الطبيعه فاسده، فسدت الطبيعه، فما تقدرش تعيش للابد، ما تنفعش. فجرب المجد خد الطبيعه دي بددها وغلب بيها الموت ودخل السماء. ده يبقى الكلام عن الصعود. خد طبيعة، باركت طبيعتي وايه؟ واصعدت باكورتي الى السماء. خد طبيعتي دخل بيها في حضن الاب. يبقى ما فيش طريقه ابدا ان انا ادخل السماء الا لما التصق بالمسيح. لما اتحد بالمسيح. لما ابقى جوه المسيح. البسوا الرب يسوع المسيح ولا تصنعوا تدبيرا للشهوات. اتعمدتوا ولبستوا من المسيح. وبعدين يقول ايه الطريقه؟ ايه؟ تاكل جسدي وتشرب دمي عشان اثبت فيك، تثبت فيا وانا اثبت فيك. يبقى الطريقه للسماء هي ان انا ابقى واحد مع المسيح، متحد بيه. يبقى ما فيش حاجه تفصلني عنه. طب ايه اللي بيفصلني عن ربنا؟ واحد يجاوب كده بسرعه. ايه اللي بيفصلني عن ربنا؟ الخطيه. يبقى على طول اول خطوه ان انا اذا كنت عايز اروح السماء لازم اشيل الايه؟ الخطيه. وانا ما اقدرش اشيلها، اجي ربنا. يبقى اتعلمت ان انا اعيش في التوبه. عشان كده كان دايما قبل حتى يقول لهم ايه، توب وليعتمد، يعيشوا في التوبه كل يوم. انا هو الطريق والحق والحياه. حق مش هقول لك كلمتين ما تبقاش بس ما بتكذبش. لا، ده انت من عايش في الحق. يعني كل الـ الامور المزيفه اللي في العالم دي ما تشغلكش. انت عارف الحق مظبوط، عارف ربنا مظبوط، عارف الحاجه اللي هتقعد معاك للسماء، تقعد للابديه. والحياه لان فيه كانت الحياه، يبقى براه انا ميت. استيقظ ايها النائم وقم من بين الايه؟ الاموات فيضيء لك المسيح. بعيد عن المسيح ابن هذا كان ميتا فعاش. يبقى باختصار يا احبائي، طريق والحق والحياه. طبعا احنا بنقول بتركيز شديد. ايه بقى؟ مفيش غير ان انا ابقى جوه المسيح، ماسك في ربنا، متحد بيه، ما سيبوش ابدا. ولا اقدر اسيب، ولا اقدر انفصل عنه ابدا. يوم ما اسيبه يبقى هلكت. يوم ما ابعد عنه يبقى راحت مني كل الايه؟ القضيه كلها. لخصها ربنا في الاخر، قال لو عرفتموني لعرفتم ابي ايضا. يبقى كل يوم انا بنمو في معرفه ربنا. بختبره اكتر واكتر، بحبه اكتر واكتر. بتشكل على صورته أكتر وأكتر. بأمتلي محبة زيه، بتملي وداعة زيه، بتملي بنمو في، يعني مش غريب عني، مش بعيد عني. في قلبي كل يوم قدام عيني تقدمت، رأيت الرب أمامي في كل حين. وتبقى حياتي من أجله زي ما هو عايش من أجله. هو ده الطريق الحقيقي لينا. عايز نخش السماء، عايزين نخش السماء، ندخل في حضن الاب، نمسك في المسيح ايمان ونمو في النعمه، ثبات فيه باستمرار. لالهنا كل مجد من الان والابد.